مشاهدينا، ولقاء يتجدد معكم اسبوعيا في مراسلو النيل. في كل حلقة نتناول معكم موضوعا نطرحه للنقاش وللتحليل من خلال جولة مع مراسلين في عدد من دول العالم. حلقة هذا الاسبوع تدور حول غطاء الرأس، هذا زي وماذا يمثل في عدد من الدول. نلقاكم بعد الفاصل والمزيد من التفاصيل. أهلا بكم مشاهدينا من جديد. حلقتنا اليوم كما ذكرنا عن غطاء الرأس، تلك القطعة من الأزياء التي يرتديها الكثيرون والتي تتعدد أشكالها وألوانها والغاية من ارتدائها، كل حسب ثقافته وهويته الإثنية أو القومية أو الوطنية أو الدينية. فمن الكوفية إلى القبعة إلى العمامة تتعدد وتتنوع أشكال أغطية الرأس وأيضا أسباب ارتدائها. فقد يكون ارتداؤه لأسباب دينية أو جمالية أو اجتماعية أو أسباب أخرى مثل تغطية الصلع والدفء وحماية الرأس. وعلى الرغم من بساطة ذلك الزي في ظاهره، إلا أن بعض أشكاله قد تثير الكثير من الجدل المتعلق بالهويات الثقافية أو التاريخية للأمم والشعوب المختلفة. وقد لا تثير بعض أشكاله الجدل وحسب، بل قد تكون في بعض الأحوال مؤشرا على أفول نجم دولة عظمى وانهيار مجدها في المقابل. هناك أيضا علامة قد تطرأ على إحدى المجتمعات من تغييرات سياسية وثقافية واجتماعية، أو قد يكون نظيف لتنامي شعور قومي جياش في إحدى اللحظات الفارقة من تاريخ الأمة. في حلقتنا اليوم دعونا نستعرض سويا مجموعة من البلدان التي اشتهرت شعوبها بشكل مميز لغطاء الرأس الذي يرتدونه، ونتعرف معا على تاريخ تلك العادة وأسباب ارتداء ذلك الزي. فمن السودان التي تعكس عمامتها أصالة شعبها وتمسكه بهويته، إلى تركيا التي يشكل فيها غطاء الرأس أحد أبرز ساحات الصراع على هوية الأمة، وصولا إلى ألمانيا وموقع غطاء الرأس من حياة المواطن الألماني وهويته. نبدأ إذن رحلتنا ولكن بعد الفاصل. محمد أحمد هو الاسم النمطي للشخصية السودانية والصورة النمطية لهذه الشخصية تصورها زيها التقليدي المكون من الجلباب والشال الذي يوضع على الكتف أو العمامة على الرأس أو العمة كما ينطقها أهل السودان في لهجتهم العامية. العمامة أو العمة السودانية تعد من أهم مكونات الزي التقليدي السوداني الذي يكون ناقصا بدونها. والعمامة تتخذ من قماش خفيف تتخذ منه ليسهل لفها على الرأس، ويبلغ طولها من 3 أمتار إلى 4.5 متر، لكن البعض يعمل على تمييز عمامته فيكون طولها 7 أو 8 أمتار. وتجد العمامة عناية كبيرة حتى يتم تطريز وزخرفة حوافها بأشكال هندسية، وتستخدم خيوط الحرير في تطريز بعضها. ويلبس السودانيون العمامة بطريقة واحدة، لكن لاتباع بعض الطوائف الدينية مثل طائفتي الختمية والأنصار طريقة معينة في لبس العمامة يعرف من خلالها انتماء الشخص لطائفة الختمية أو الأنصار. بقي أن نشير إلى أن العمامة تمثل واقيا للرأس من حرارة الشمس وارتفاع درجات الحرارة لأشهر طوال في السودان، كما فرض نمط الحياة العصرية المتسارع تساؤلا مفاده، هل يناسب الزي السوداني التقليدي بما فيه العمامة أو العمة تلك الحياة؟
والإجابة عند البعض نعم، وكثيرون يتمسكون بزيهم التقليدي لأنه يمثل رمزهم الذي يعرفون به على نطاق العالم، والعمة هي تاج الزي السوداني التقليدي. السودان بلد مترامي الأطراف متعدد الثقافات، لكن الصورة النمطية للشخصية السودانية تصورها في زي تقليدي هو الجباب الأبيض والعمامة البيضاء كذلك، ويشوع في كل أنحاء السودان لبس الجباب والعمامة أو العمة كما ينطقها أهل السودان في عاميتهم، وهي في هذه الهيئة تمثل الزي القومي لأهل السودان في كماله، حيث يتكون من الجباب والعمة والشال الذي يوضع على الكتف. والزي السوداني بهذه الصورة تعد العمامة من أهم أجزائه. يعني نحن في السودان أنت تلبس لازم تلبس جلابية، ومع الجلابية لازم تكون في العمة موجودة، بمعزل عن العمة اللبسة بتاعتك بتكون ناقصة. بالنسبة للعمة للزي السوداني هي مكملة، لأنه الزي السوداني الجلابية والعمة والشال. لكن العمامة ليس مجرد مكمل للزي في طقس السودان الحار غالب شهور العام، فللعمامة مهمة وظيفية. اللون الأبيض هو طارد للحرارة وهي مناسبة جدا من ناحية خامة. زمان كانوا بيستخدموا الخامات القطنية، وهسي الآن في خامات المخلوطة برضه مناسبة إلى حد كبير. تتخذ العمامة السودانية من أغمشة رفيعة ليسهل لبسها عن طريق لفها على الرأس. القماش المستخدم في العمامة أكثر القماش محبب اللي هو التوتال السويسري. التوتال السويسري في توتال تاني اللي هو إنجليزي، في توتال هندي. يتطلب لف العمامة على رأس مهارة يستغرق البعض وقتا لإجادتها، ولأتباع بعض الطوائف الدينية في السودان طرائق معينة في لبس العمامة، حتى أن انتماء الشخص إلى طائفة الخطنية أو الأنصار يعرف من خلال طريقة لف العمامة على رأسه. لأن في السودان الناس كلها بيلفوها بطريقة واحدة، ما عدا يمكن يكون الأنصار كان عندهم عمامتهم معروفة، يعني عندهم العزبة من الخلف دي هم بيعملوها، فهي زي تمييز بالنسبة للأنصار. ولأهمية العمامة في زي السوداني شرف الاهتمام بها الكثيرين، فيتم تطريز حوافها يدويا أو عبر آلات تطريز. التطريز بالنسبة للعمم والشالات بيكون أنواع، أنا عملت الديزاين بتاعي مثلا قطبة أو أي تصميم أشكال هندسية أو شغل بتاع حشوة، بنلقى أن الأطراف بتاعت العمة والشال برضو بيدخل فيها شغل يدوي، بستخدم فيه الخيط العادي، بستخدم فيه الخيط بتاع الحرير. نلقى التطريز برضو أنواع، يعني غير الشغل اليدوي والشغل بتاع عمال الإبرة، في ماكينات احنا بنستخدمها، في ماكينات عادية اللي هي ماكينات يدوية برضو بنستخدمها بالطارة بالشغل العادي. بالنسبة للشغل بتاع الطباعة بيكون في ألوان خاصة بالقماش اللي هي دائما بستخدم في العمم والشالات، الألوان الخاصة بالتوتل باعتبار إن الخامة بتاعت التوتل ألوان براها على أساس إما أضمن ثبات التصميم وأضمن الجودة بتاعت الشغل. وفي نظر البعض إن الزي السوداني التقليدي بما فيه العمامة قد لا يكون مناسبا لنمط الحياة السائد حاليا، لكن الشباب الصاعد يتمسك بها. والله يا أخي بتتناسب، وأنا ذاته بدعو الناس مثلا عامة الناس يعني تلبس العمة. العمة لأنها لفها صعب، يعني ملاحظ إن الشباب ما بيعطوا بيلبسوا دائما الطاقية بشكل محدد، لكن انا بفتكر انه ما بينقرض ليه، لانه ده واحد يعني ممثل زي القوم السوداني. صحيح ان المجتمع السوداني ككل المجتمعات ضربته رياح التغيير من كل الاتجاهات، وان نمط الحياه المتسارع اصابه كذلك، لكنه رغم كل هذا فان الشخصيه السودانيه ما زالت متمسكه بزيها التقليدي، ومن ضمنه العمامه او العمه. خالد هاشم لبرنامج مراسل النيل الخرطوم. هذا هو الحال في السودان، أما غطاء رأس رجال في تركيا فهو شيء من المسلمات في تاريخ تركيا. كان العثمانيون يعيبون الخارج من دياره بدون الكوفية أو العمامة أو أي غطاء للرأس في ذلك الوقت، ثم استقطبوا الطربوش من المغرب العربية،
فكان الأكثر شيوعا لقرن من الزمان تقريبا. لكن مع ولادة تركيا الحديثة أصدر مؤسسها كمال أتاتورك قانونا نزع فيه كل أغطية الرأس العائدة للعهد العثماني بما فيها الطربوش والعمامات، واستبدلها بقبعات حديثة تدل على الحضارة الأوروبية، ويجبر الأتراك على اللحاق بركبها ولو بالمظهر مؤقتا. واستمر قانون ارتداء القبعات ساريا حتى أدرك مستقطب النظام العلماني الأتراك صعوبة خلق تلك الهوة العميقة بين الناس ودينهم الإسلام في الغالب، ففكت القيود وتحرر اللباس بعض الشيء، وبقيت القبعات بأشكالها المختلفة تبتدى لموازنة برد الشتاء أو كنوع من الأكسسوار لدى الأتراك. غطاء الرأس في تركيا شكل قديما أحد أهم مقتنيات الرجل الخاصة في العهد العثماني، وساهم في تصوير التحول السياسي الجذري للجمهورية العلمانية، فكانت له مكانته الخاصة ولا تزال مع اختلاف الدور. ففي العصر العثماني كان غطاء الرأس للرجال أشبه بالسروال أو ما يغطي الجزء العلوي من الجسد في أهميته، ويعاب من يخرج من بيته بدونه. هذه العادات خفت قليلا مع جلب الطربوش أو الفاس كما يسمى بالتركية، نسبة إلى مدينة فاس المغربية التي جلب منها في القرن التاسع عشر الميلادي، وشاع في كل البلدان العربية التي كانت تحت حكم الإمبراطورية العثمانية. في العصور العثمانية كانت العمامة أو الكوفية قطعة أساسية من لباس الرجل، لكنها الآن مجرد تغيير في الموضة والشكل الخارجي. بعد انهيار الإمبراطورية العثمانية عقب الحرب العالمية الأولى وتأسيس الجمهورية التركية الحديثة، عمد كمال أتاتورك إلى تغييرات جذرية في المجتمع التركي، فكان اللباس عموما أول المظاهر التي طالها التغيير، وخصوصا غطاء الرأس، حيث أصدر قانونا يلزم الأتراك بخلع طرابيشهم واستبدالها بقبعات ذات طراز أوروبي، في محاولة لدفع تركيا نحو الحضارة بالقضاء على كافة مسببات التخلف في الإمبراطورية العثمانية كما يرى العلمانيون. القبعات جاءت من فرنسا وعملت على تغيير مظهر الشعب التركي، وبعد صدور قانون اللباس في عهد الجمهورية وجد الأتراك أنفسهم بين ليلة وضحاها يرتدون القبعات ويتفننون بأشكالها، وهذا ما قرب مظهرهم إلى الأوروبيين. ولما كان تغيير المجتمع التركي وسلخه عن دينه الإسلام في الغالب أمرا في غاية الصعوبة، فكت القيود التي حظرت أي مظهر من مظاهر الدين، وتحرر اللباس بعض الشيء لترفع إلزامية ارتداء القبعات عن الأتراك شعبيا. فهناك من يقول أن القانون موجود بالنسبة لموظفي الدولة، لكنه يفتقر للمدققين على تطبيقه، ولا يلتزم به إلا رجال الشرطة والعسكر وبعض الأشخاص بقرار فردي. فالرئيس التركي الأسبق سليمان ديميريل يعتبر من أشهر المرتدين للقبعة في تركيا، فلم يكن ليظهر بدونها ولم يفرط بها يوما رغم كثرة الراغبين بانتشارها. بالنسبة لي هي مسألة تعود، فهكذا أصبح شكلي، وفصل الخريف بحاجة لهذا الذي ارتدي القبعة فقط في فصل الشتاء والايام الباردة، فهي ضرورية لحماية الرأس من البرد.
القبعات في تركيا انحازت أكثر نحو اهتمامات الأشخاص المنتمين لعائلات أرستقراطية، مع وجود بعض المهتمين من الشباب الملاحقين للموضة وآخرين ربطوها بحالة الطقس ولا يتذكرونها إلا في الشتاء القارس، فهي السبيل لتدفئة الرأس، كيف لا وقد وصل سعرها في تركيا إلى 300 دولار. اختلفت أنواعها وأشكالها حسب المستخدمين. القبعات في تركيا الحديثة ظهرت بقانون حكومي ويستعملها الأتراك اليوم كنوع من الإكسسوار. عمر أحمد لبرنامج مراسلون نيل، أنقرة. إذن تختلف الأسباب وتتعدد القصص التاريخية وتختلف الهوية من دولة إلى أخرى، ونبقى مع قصص تغطية الرأس في عدد من دول العالم مع مراسلينا بعد الفاصل. أنواع كثيرة لأغطية الرأس للرجال يمتلئ بها الشارع الألماني من كافة الأنواع والأشكال والأحجام، القليل منها ما هو خفيف ورقيق يستخدم للحماية من شمس الصيف القصير مثل القبعة والكاب، والكثير منها يتميز بالثقل والحجم الكبير المحيط بمحيط الرأس بما فيها الأذنين مثل قبعات الفراء الروسية الشهيرة والآيس كاب، إلى جانب عديد من وسائل المساعدة الأخرى مثل الرباط الواقي للأذنين والشال وغيرها. لكن لا يقتصر دور القبعات على هذه الاستخدامات فقط، بل للألمان فيها مآرب أخرى حيث تعكس أبعادا ثرية متنوعة دينيا وثقافيا وسياسيا وتاريخيا وعسكريا، فيعتبر نوع القبعة يعتمد أيضا على البعد الديني كما هو الحال في العمامة لدى علماء الأزهر المفادين من مصر والعالم الإسلامي، كذلك ارتداء تقية الصلاة المعروفة في المساجد. وفي نفس الوقت تستخدم أغطية الرأس للتعبير عن الهوية الثقافية كما هو الحال مع الحطة الفلسطينية الشهيرة في الأماكن العامة، كذلك في حفلات الفولكلور الشعبية لعكس وترسيخ الثقافة والهوية الفلسطينية. الأبعاد السياسية والتاريخية والعسكرية للقبعات تظهر أيضا بوضوح مع انتشار قبعات الفراء الروسية الشهيرة، وكذلك القبعات العسكرية الروسية والفرنسية التي تعكس أجواء فترة احتلال ألمانيا ثم تقسيمها بين معسكر شرقي وغربي، بل وبيع بعض أنواع الكمامات الواقية من الغازات التي استخدمت في الحرب العالمية الثانية كذكرى لغطاء رأس من نوع خاص. وبهذا فإن القبعة في ألمانيا تلعب دورا هاما وجوهريا في عكس العديد من أنواع الحياة الألمانية المعاصرة بكافة جوانبها الثقافية والحضارية والدينية، كذلك البعد التاريخي الذي دمغ الحياة الألمانية في القرن الأخير الذي عاشته وسط تقلبات صاخبة. أنواع أغطية الرأس للرجال في ألمانيا تشهد تنوعا كبيرا وتتجاوز وظيفتها مجرد الوقاية من الشمس أو البرد، وتختلف تسميتها بين أنواع متعددة صيفية وشتوية من كل من القبعة والبرنيطة والكاب والآيس كاب وقبعة الفراء والطاقية والعمامة، بل وحتى الحطة الفلسطينية. ويختلف نوع أغطية الرأس حسب المناخ الموجود في ألمانيا، ففي شهور الصيف القليلة والتي تشهد موجات حارة أحيانا يغلب عليها القبعات والبرانيط الخفيفة الواقية من أشعة الشمس. أما الشتاء القارس والذي يمتد لعدة أشهر فيجبر الناس على ارتداء القبعات الثقيلة المتنوعة من كافة الأشكال والأنواع، ومن أبرزها قبعات الفراء الروسية والآيس كاب. إن لم أرتدي هذه القبعة الثقيلة للتدفئة من برودة الجو القارس تحت 10 درجات مئوية مما يجبرني على ارتداء قبعة تدفئة لحماية صحتي من الخطر. لكن الأمر لا يقتصر على ذلك، بل باستخدام كل ما يستطيع المرء حماية نفسه به. الأسبوع الماضي كان باردا وتحسن أمس، لكن عاد وساء اليوم مع تساقط الثلج وزيادة البرودة، وهذه الملابس الثقيلة والغطاء والشال هي أفضل ما يمكنني فعله لتدفئة جسدي، لأنني للأسف لم يعد لدي الكثير من شعر رأسي لتدفئتي.
هذا الغطاء يساعدني بقدر الإمكان حيث يقوم بتغطية أذني لتقليل الشعور بالصقيع الذي لم أتعود عليه والذي يبدو أنه زاد حدة في برلين في الفترة الأخيرة. كثير من القبعات تباع في متاجر الملابس العادية، إلا أن هناك أنواع خاصة وبالذات التاريخية منها تباع في منطقة سوق البراغيث وبجوار بوابة تشارلي شيبلينت الشهيرة في برلين. يوجد لدينا عديد من أنواع القبعات التاريخية التي يمكن شراؤها من السوق، وعلى المرء البحث عما يريده هنا، فلسنا متاجر كبرى وعليه المساومة حول سعره. لكن مع ذلك فإن وظيفة أغطية الرأس ومدلولاتها في ألمانيا تتجاوز كثيرا من وقاية من الشمس في الصيف والبرد والثلوج والأمطار في الشتاء إلى أبعد شتى، حيث يظهر البعد الديني في تغطية المسلم في المساجد أو إمامة أئمة الأزهر المميزة لدى المفدين، بينما يبدو البعد الفلكلوري الثقافي متجليا في الحطة الفلسطينية في الحياة العامة وفي حفلات فرق الفنون الشعبية التي تسعى إلى ترسيخ الثقافة وبالتالي الهوية الفلسطينية. كما يبدو واضحا البعد التاريخي والعسكري في بيع عديد من القبعات العسكرية الروسية والفرنسية التي تعكس فترة احتلال الحلفاء لألمانيا وبذات لبرلين وتقسيمها لشرقية وغربية، وكذلك قبعات فرق الموسيقى العسكرية، بل وحتى في بيع بعض أنواع الواقي من الغازات المستخدمة في الحرب العالمية الثانية كذكرى لغذاء رأس من نوع خاص. لديك بائع عديد من كافة أنواع القبعات بما فيها قبعات الجيش الروسي الأحمر، فهناك أناس لا يهتمون فقط باستخدام القبعات طلبا للدفء بل الشعور بذكريات التاريخ، وبعضهم عاشوا أيامها سواء كانوا أياما سارة أو حزينة لهم، بل أن بعض القبعات حملت معها ذكريات تجارب تاريخية فاصلة في تاريخ ألمانيا. لقد جئت بنفس القبعة التي ارتديتها يوم سقوط السور لأشهد شعورا رائعا بالحرية وتقرير المصير. وبذا تعكس أغطية الرأس للرجال في ألمانيا كثيرا من مناحي الحياة التاريخية والمعاصرة بشتى أبعادها. أيا كان هو أغطاء الرأس وتسميته فإنه يتجاوز بكثير من مجرد الأناقة أو الحماية من الشمس في الصيف أو من الصقيع والثلوج والأمطار في الشتاء، ليعكس تنوعا أيديولوجيا وثقافيا ودينيا بل وحضاريا هائلا. وليد الشيخ لبرنامج مراسل النيل برلين. كانت هذه نظرة مشاهدين على أغطية الرأس، كيف رأتها كل دولة وكيف اختلفت قصصها من دولة إلى أخرى. في حلقة الأسبوع القادم نلقاكم ولقاء خاص جدا ودولة أيضا في عواصم العالم مع مراسلين حول احتفالات المسيحيين بعيد القيامة المجيد. إلى اللقاء.